يقول أريد شراء سيارة بالتقسيط، لكن تكون السيارة ملكا للشركة حتى أنتهي من سداد الأقساط ثم تنقل إلى ملكي، هل هذا البيع صحيح؟ لا، ما هو بيع، هذا ما هو بيع. البيع لا بد أن يكون منجزا، يكون منجز، ما يكون معلق. إن سددت إن بعناها عليك وما سددت ما بيننا بيع، هذا ما يجوز. حتى قالوا لو قال على أن تنقدني، أبيعك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، يعني ثلاث ليال، لم ينعقد البيع، ما يجوز تعليق البيع. لكن بإمكان الشركة أنها تبيع السيارة عليك وترهنها، ترهنها بقيمتها حتى تسددها.